السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في التمرين رقم 3 من سلسلة تمارين الدالة الخطية والدالة التآلفية. إذا التمرين يقول نعتبر F دالة خطية بحيث F لـ X تساوي 1 على 2 X. السؤال الأول، أحسب F لصفر و F لناقص لواحدة فاصلة خمسة و F لناقص جذر 2. السؤال الثاني، أنشئ التمثيل المبياني للدالة F في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم OIG. إذا نبدأ بحساب F2 صفر. إذا حنا عندنا F2 X تساوي 1 على 2 X. إذا شنو كنديرو؟ كنعوضو X بالعدد صفر. إذا فيما لقينا X كنعوضوها بصفر. إذا 1 على 2 حنا عندنا صفر. إذا 1 على 2 x راه 1 على 2 مضروبه في x، اذا مضروبه في صفر. اي عدد اللي ضربناه في صفر غيعطيني صفر. الحاله الثانيه، f ديال 1.5، اذا بنفس الطريقه 1 على 2 مضروبه في 1.5. 1.5 راه هي 3 على 2، اذا يمكن لي نكتبها على شكل 3 على 2 ولا 1.5 بحال بحال. إذن جداء عددين جذريين كيساوي لنا البسط في البسط على المقام في المقام. إذن هي 3 في 1 على 2 في 2. إذن انتبهوا، راه حنا عندنا الجداء ماشي الجمع. في الجداء كندير البسط في البسط على المقام في المقام. إذا كان عندنا الجمع هنا خصني نوحد المقامات. إذن 3 على 4 بنفس الطريقة. إذن ناقص، إذن 1 على 2 و إكس غادي نعوضها هنا بناقص جذر 2، إذن مضروبة في ناقص جذر 2. إذن هي ناقص جذر 2. إذن حنا عندنا الضرب 1 على 2 مضروبة في ناقص جذر 2. إذن بحال لي عندنا مضروبة في ناقص جذر 2 على 1. إذن البسط في البسط على المقام في المقام. إذن هي ناقص جذر 2 على العدد 2. إذا هنا ناقص جذر 2 كنخليها كما هي، ما كنحسبهاش بالكالكولاتريس. دونك هنا خصنا في الرياضيات دائما نستعمل قيم مضبوطة. الآن ندوزو للتمرين أو السؤال الثاني، أنشئ التمثيل المبياني للدالة F. إذا حنا عندنا F دالة خطية لأنها تكتب على الشكل AX. FX يساوي AX. ماذا يعني؟ يعني أن التمثيل المبياني ديالها راه سيمر من أصل المعلم، يعني من النقطة O. إذن هنا لإنشاء التمثيل المبياني للدالة F يكفي تحديد نقطة أخرى. إذن كيفاش كنحددو هاد النقطة؟ كندير واحد الجدول كيتسمى عادة جدول القيم. إذن حنا عندنا X وعندنا F دو X. إذن كناخد أي قيمة X، كنعوض X بأي قيمة. مثلا ممكن نعوضها بطبيعة الحال، ما نعوضهاش بالصفر لأن الصفر هادي ديجا معروفة، كنعوضها بشي قيمة أخرى. إذا حسب التمرين فحنا عندنا F ديال 1.5 هي 3 على 4. إذا ممكن نعوضها بهاد القيمة هادي. إذا 3 على 5 أو 3 على 2 اللي هي 1.5، شحال لقينا؟ لقيناها 3 على 4 كما حسبنا في هاد السؤال هذا. إذا F ديال 1.5 اللي هي 3 على 2 لقيناها 3 على 4. إذا عوضنا x ب 3 على 2 لقينا f دو x اللي هي 3 على 4. شنو كيعني هذا؟ كيعني بان f التمثيل المبياني ل f هو المستقيم المار من o ومن ميناش ما هاد النقطة اللي لقينا هنا. إذا حنا لقينا x f دو x، إذا لقينا 3 على 2 3 على 4. دائما كنبدأ بالأفصول أرسول 3 على 2 3 على 4 x f دو x. إذا ومن النقطة 3 على 2 3 على 4 هاد النقطة نسميها مثلا A. إذا غنرسمو واحد المستقيم يمر من O ومن النقطة A اللي هي 3 على 2 3 على 4. إذا خصني نحدد النقطة A. إذا 3 على 2 اللي هي 1.5 و 3 على 4 إلا قسمنا جينا 0.75. إذا تقريبا هنا
إذا التقاطع ديالهم هنا في هذه النقطة هذه. إذا المستقيم غيمر من هذه النقطة ومن الأصل معلم. إذا تقريبا غيجي بهذا الشكل هذا، شوف خاصكم ترسمو بالمسطرة. إذا هذا هو المستقيم اللي كيمثل لنا التمثيل المبياني للدالة F.